يقول ابن القيم رحمه الله: ما من عبد يعيب على أخيه ذنبا إلا ويبتلى به، فإذا بلغك عن فلان سيئة فقل غفر الله لنا وله. ويقول ابن مسعود: والله لو أن أحدا عير رجلا رضع من كلبة لرضع هو من كلبه. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والله لو عيرت امرأة حبلى بحملها لخشيت أن أحمل. لا تراقب الناس ولا تتبع عثراتهم ولا تكشف سترهم ولا تتجسس عليهم، اشتغل بنفسك وأصلح عيوبك فسوف تسأل فقط عن نفسك لا عن غيرك. وقل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور. لا تسخر من فلان لأن ابنه أسبل ثوبه وحلق لحيته وشرب الدخان وترك الصلاة، ولا تهزأ بفلانة لأن ابنتها تلبس العاري وتتهاون بحجابها وتتكبر على أقاربها، فأنت لا تعلم حجم معاناة والديهم في تربيتهم وتوجيههم، ولا تدري مقدار تفانيهم في مجاهدتهم. ألا تعلم أن ابن نوح عليه السلام في النار، وكذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام أبوه في النار؟ لا توزع الأقدار وتترجم النوايا، حسبك نفسك ومن تعول. أنت اليوم صالحا وغدا ربما يختم لك بخاتمة سيئة. وقلوب العباد بين أصابع الرحمن تتقلب كتقلب الماء المغلي. من هداك لهذا سوى رب العباد؟ إذا ساءك من أحدهم شيئا فقل: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، رب أصلحهم وثبتنا. وورد: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف الأمور صرف أمري على طاعتك. كان لأبي حنيفة جار سكير فاسد، نصحه حتى تعب من كثرة نصحه فتركه. وذات يوم طرقت الباب زوجة السكير تدعو أبا حنيفة للصلاة على زوجها السكير، فرفض أبو حنيفة الصلاة عليه. وفي منامه جاءه السكير وهو يتمشى في بساتين الجنة ويقول: قولوا لأبي حنيفة الحمد لله أن لم تجعل الجنة بيده. ولما أفاق سأل أبو حنيفة زوجة السكير عن حاله قبل الموت، فقالت: هو ما تعرف عنه غير أنه كان في كل يوم جمعة يطعم أيتام الحي ويمسح على رؤوسهم ويبكي ويقول: ادعوا لعمكم، فلعلها كانت دعوة أحدهم. فندم أبو حنيفة أشد الندم. لا تسبوا أصحاب المعاصي ولا تحتقروهم، فإنما نحيا بستر الله، ولو كشف الله عنا ستره لفضحنا. ولا تغتروا بكثرة صيام أو صلاة، فلا تدري من يكون إلى الله أقرب. انصح ولا تفضح، وعاتب دون أن تجرح. لا تغتر ولا تسخر، فالأيام تتقلب كما هي القلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.